بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الهادي الأمين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبنائي وبناتي طلاب وطالبات الثانوية العامة، أهلا بكم في مسيرة 100 فقرة من كتاب الامتحان، وبحمد الله وصلنا للفقرة 72 بعنوان أبو الدرداء. أقبل شاب على أبي الدرداء يطلب نصحة، فقال له: يا بني اذكر الله في السراء يذكرك في الضراء. يا بني اذكر الله في السراء يذكرك في الضراء. يا بني كن عالما. واضح ان هنا كلمة عالما طبعا تبقى خبر كن منصوب وعلامة نصبه الفتحة. كن عالما أو متعلما أو مستمعا، حاجة من الثلاثة. ولا تكن جاهلا فتهلك. يا بني ليكن المسجد، ليكن المسجد، هنا اللام لام الأمر، معنى الكلام هنا أبو الدرداء يأمره بأن يكون المسجد بيته، فلذلك ليكن لام الأمر، ويكن فعل مضارع مجزوم بعد لام الأمر، وعلامة جزمه السكون وليس حذف العلة. ودي أول ملحوظة النهاردة عايز أنبه لها الجميع. يا جماعة الفعل الأجوف، الأجوف اللي وسط حرف علة، زي يكون، زي يستطيع، زي ينال، زي يزداد. الأفعال دي لما نيجي نجزمها بتجزم بالسكون، لكن يحذف حرف العلة من الوسط لتخفيف النطق. يعني ليكن أصلها ليكون، فالتقى ساكنان، النون الساكنة وحرف المد في اللغة العربية بيعتبر ساكن، فبقى النطق تقيل. أكيد يا جماعة ليكن أخف من ليكون. كذلك كلمة يستطيع لما تيجي تجزمها تقول يستطع، لم يستطع. كذلك كلمة يزداد لما تيجي تجزمها تقول لم يزدد، تشيل الألف. كلمة ينال لما تيجي تجزمها تقول لم ينل. طب علامة الجزم إيه تاني؟ ها؟ السكون وليس حذف العلة. أمال أنت نقول مجزوم بحذف العلة؟ إذا كان من آخر الفعل، يعني كلمة يجري، كلمة ينمو، كلمة يسعى، لما نيجي نجزمها بالفعل الحرف العلة هنا هيتشال. لم يسعى، لم يجري، راء بس أخرها راء بس، ويسعى أخرها عين بس، وبنعوض عن الحرف المحذوف بحركة تناسبه. يعني في كلمة يجري بنحط تحت الراء كسرة صغيرة كده، ليه؟ علشان نقول ان ياء محذوفة. ويسعى لما نيجي نجزمها ها نقول لم يسعى، نحط فتحة صغيرة كده فوق العين، ليه؟ علشان يبقى الألف محذوفة. طب ينمو لما نيجي نجزمها بنقول لم ينم، ونحط واو ضم، عفوا ضم صغيرة كده فوق الميم. طب ليه العلامات ديت؟ عشان دي تعويض عن الحرف الايه شباب، عن الحرف المحذوف. يبقى اذا خلاصة الكلام قلنا ما نقدرش نقول على الفعل مجزوم بحذف العلة الا اذا حذف حرف العلة من اخر الفعل، زي كلمة ينمو، كلمة يسعى، وكلمة يجري. لكن الفعل الأجوف لما بتيجي تجزمه بيجزم وعلامة جزمه السكون. أنا أؤكد على هذه المعلومة لأن أثناء التصحيح بجد فيها أخطاء كثيرة جدا. يبقى ليكن فعل مضارع مجزوم بالسكون بعد لام الأمر، المسجد بيتك، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول المساجد بيت كل تقي، بيت كل تقي. بيت هنا خبر طبعا لأن دي جملة جديدة، الجملة المقول القول اللي هي بتيجي بعد قال، يعني بنبدأ جملة جديدة، المساجد مبتدأ وبيت تبقى إيه؟ خبر مرفوع وعلامة رفعه الضمة. وقد ضمن الله عز وجل لمن كانت المساجد بيوتهم الراحة. هنا بقى لازم نكون فاهمين الجملة بدأت منين ومشي إزاي. يعني هنقول كانت المساجد بيوتهم الراحة تمشي، يعني هل ده يعقل؟ هل هذا كلام معقول؟ لا طبعا، الكلمين مش مع بعض خالص. لكن من الأول لما أقول ضمن الله عز وجل لمن كانت المساجد بيوتهم الراحة، أصل الكلام ضمن الله عز وجل الراحة لمن كانت المساجد بيوتهم. يبقى كلمة الراحة هنا مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة. وخلي بالكو كان تركيب جملة زي دي قبل كده جي في امتحان من امتحانات الثانوية العامة، قال له تشكل شبكة الاتصالات بأنواعها السمعية والبصرية والمرئية
بديلا عن الاجتماعات التقليدية، وحط خط تحت كلمة بديلا. عارف كان ما بين كلمة تشكل وما بين كلمة بديلا كلام كتير قوي، يمكن دي كانت في سطر ودي كانت في سطر، ومع ذلك كلمة بديلا هتعرف في المثال اللي جه في ثانوية عامة اللي انا بقوله دلوقتي: تشكل شبكات الاتصالات بانواعها السمعية والبصرية بديلا، هتبقى مفعول به، لان اصلا الكلام تشكل شبكة الاتصالات ايه؟ بديلا. يبقى هنا كلمة الراحة انتبهوا يا شباب انها مفعول به، وحكاية التقديم والتأخير والحشو، يعني ان هو يجيب كلمة ويفضل يلك شوية وبعدين يجيب الكلمة بعدها، دي ظاهرة في الاعراب فانتبهوا ليها، وارجو انك تكونوا اكتسبتوها من خلال الفقرات السابقة. بعد الاعراب بيقول لي: استخرج من الفقرة مضارعا منصوبا بعد فاء السببية. تعالى بقى نفتكر كده، معلش، فاء السببية ديت هي ايه؟ فاء السببية ديت المضارع عارف أدوات نصبه: أن، لن، كي، لام التعليل، حتى، فاء السببية ليتقي الله فتنجح. فاء السببية دي لازم تسبق بنفي أو طلب. يعني بص، حتى بيت الشعر هنا تعالى نفكره لك كده، اللي انت ايه اللي بالناس اللي متابع معايا: فاء السبب تسبق بنفي أو طلب، كلا تضعف أو لم تضعف فتنغلب. طب وعلامات نصب المضارع بقى؟ بينصب طبعا بالفتحة، نسيت أقول بقية الأدوات: لام الجحود، واو المعية، دي برضه أدوات بتنصب المضارع. علامات نصب المضارع افتكروا، أنا بفكر تاني يا جماعة لو سمحتوا، ما فيش مضارع منصوب بحذف العلة، المضارع منصوب بالفتحة على صحيح الآخر ومعتل الآخر، والتكرار بيثبت المعلومة، التكرار بيعلم الشطار. فأنا أؤكد أن ما فيش حاجة اسمها مضارع منصوب بحذف العلة، المضارع صحيح الآخر منصوب بالفتحة الظاهرة، والمضارع المعتل الآخر بالواو والياء تظهر الفتحة لكن الألف تقدر. يعني كلمة ينمو لما أجي أنصبها أقول لن ينمو، كلمة يقضي لما أجي أنصبها أقول كي يقضي، لكن كلمة يسعى هقول كي يسعى وأقول الفتحة مقدرة. انما مين اللي بتحذف بحذف بيتنصب بحذف النون يا شباب؟ اللي هو الافعال الايه؟ الافعال الخمس. يبقى دي ادوات نصب المضارع، ودي علامات نصب المضارع، وزي ما احنا قلنا لا يوجد مضارع منصوب بحذف العله، ينصب المضارع اذا عطف على مضارع، خلي بالك. ولن استجيب الى دعاة الظلم، زي يعني مثال: لن استجيب الى دعاة الظلم ديت، او ايه؟ او اعاونهم. تعالى نفتكر الأبيات ديت: ينصب المضارع بالأدوات شتى، أن، لن، كي، لام التعليل، حتى، فاء السبب تسبق بنفي أو طلب، كلا تضعف أو لم تضعف فتنغلب، ولام جحود بكون من في مسبقة، مثل لم يكن محمد ليسرقا، وبواو لا تعطي إلا معنى معا، كلا تنصح بالتروي وتسرعا، وانصب بفتح ظاهر سوى ناقص بالألف، يبقى مقدر طبعا. وفي الأفعال ومن الأفعال الخمسة النون تنحذف بأنت، أنتما، أنتم، هما، هم تعرفوا، كل مضارع مع إحدى يتصرفوا. ده كان عن تذكرة سريعة بنصب الايه شباب؟ بنصب المضارع. يبقى لا تكن جاهلا فتهلك، صح؟ هنا كلمة تهلك فيها فاء، ده فعل مضارع وفي فاء، وقبل الفاء هنا ملاحظين ان في طلب، ما هو فاء السبب تسبق بنفي او طلب. وبعدين المعنى هنا بيقول لك ايه؟ لا تكن جاهلا فيكون ذلك سببا في هلاكك. يبقى انا كده جبت الادله كلها على ان كلمه الفاء هنا، او على ان تهلك هنا منصوب بعد فاء الشباب السببي. منادى وبين نوعه. تعالى نفتكر المنادى. الحقيقة المنادى فاكرين انه يا منصوب يا مبني، مفيش منادى مجرور ولا منادى مرفوعة، المنادى يا منصوب يا مبني، ولما بيبنى بيبنى على ما ايه يا شباب؟ على ما يرفع به. طب تعالى هنا بص كده، منصوب لو كان مضاف او شبيه بالمضاف او نكرة غير مقصودة. يعني ايه مضاف؟ يعني وراه مضاف اليه، يا حكام العرب، منادى منصوب. شبيه بالمضاف لو كان منون، يا فاعلا الخير ابشر. بص كده منون يبقى هنا اسمه شبيه بالمضاف، زي لان في الجنس بالظبط، اللي درس لان في الجنس عارف ان من ضمن انواع اسم لا ان يكون شبيه بالمضاف هو المشتق المنون العامل. المنصوب برضو يكون نكره غير مقصوده اللي هي بتفيد الشمول والعموم، زي رجل اعمى بيقول يا رجلا خذ بيدي، يعني عايز اي رجل. طيب المبني بقى لما يكون علم، يا الله اغثنا،
يبقى مبني على الضم، لفظ الجلالة هنا منادى مبني على الضم. ولما يكون نكرة مقصودة زي أشار الأستاذ يا طالب أجب، أنا كده قاصد أحد معين. خلي بالك في فرق ما بين الأستاذ لما بيشاور على طالب والأعمى عايز حد يعديه. الأعمى في المثال ده كان عايز أي حد يعديه، فلذلك كانت نكرة غير مقصودة فنصبت. إنما هنا المعنى بيقول لا، الأستاذ مشاور على طالب معين، يعني ده تقريبا اقترب أن يكون معرفة مش نكرة كمان، لكن هو هنا نكرة مقصودة يعني محددة. إذن كلمة طالب هنا تبقى منادى مبني. أيها الناس، طبعا أيها بتبقى هي المنادى، خلي بالكم أيها مش أداة نداء، أيها هو المنادى مبني على الضم، والناس بتبقى دايما إيه شباب نعت. وافتكر من أدوات النداء أشهرها يعني يا وأيا وهيا والهمزة وأي، زي ما أقول أي بني. ملاحظات يا جماعة، أهو أيها ليست أداة نداء بل منادى. يجوز حذف أداة النداء، خلي بالك يوسف أين كنت ده نداء. المعرف بقال ينادى باسم إشارة أو أيها، يعني ممكن يقول يا هذا الرجل أو يا أيها الرجل، وعلى من يعني في ضمن منهجنا بتوع ربنعة اللي بعد أيها. يجوز حذف آخر المنادى زي ما أقول يا فاطم يا صاحي، ولما أجي عارب المنادى برجعه لأصله وعاربه إعراب حسب ما أنا قلت فوق منادى أو إيه شباب أو منصوب. تعال نفتكر الأبيات دي بقى. المنادى بقول لك إيه سيدي بقى، ثلاث في المنادى تبنى على رفعها، علم ونكر مقصودا وأيها، والنكر المقصودة تنادي محددا، كيا طالب أجب خصصته بالندى، وانصب منادى في ثلاث وجدته، نكرا تعم أو مضافا أو شبيهه، وشبه المضاف لا يأتي إلا منونا، عاملا مشتقا كيا فاهما درسنا. يبقى احنا كده رجعنا المنادى مراجعة سريعة. تعال بقى ندور بعد مراجعة المنادى المراجعة السريعة دي، تعال بقى ندور على المنادى في هذه الفقرة. أقبل شاب على أبي الدرداء يطلب نصحه، فقال له أي يا بني. انتبه بقى لحسن كلمة بني دي فيها إيه خناقة كده لما بنيجي نعربها. ليه بقى؟ فريق من الناس بيقول إن كلمة بني ما هي إلا تصغير كلمة ابن، يعني كلمة ابن لما نيجي نصغرها في ظاهرة كده في اللغة العربية اسمها ظاهرة التصغير، يعني كلمة مثلا رجل أقول رجيل، كلمة شجرة أقول شجيرة، كلمة مثلا كتاب نقول كتيب، يعني احنا بنستخدمها كده في حياتنا اليومية من غير ما نشعر. يعني كلمة ابن من ضمن الكلمات اللي ممكن تصغر، فهنا هذا الرجل أبو الدرداء ينصح هذا الشاب فبيصغره للتدليل يعني، فبيقول له يا بني. يبقى مجرد كلمة ابن صغرتها وقلت يا بني، وبالتالي تبقى نكرة مقصودة. نكرة مقصودة، وبالتالي نبنيها على الضم. يعني كلمة بني هنا نعرف ايه منادى مبني على الضم لأنه نكرة مقصودة، لأن أبو الدرداء بيكلم الشاب بيقول له أنت، قصده هو يعني. في ناس بتقول لا ده دي أبو الدرداء بيكلمه ان هو ابنه، يعني كزي ابني يعني يقول يا ابني، لما أقول يا ابني وصغرناها كمان. طب ايه الفرق؟ لا تفرق، عشان كلمة يا ابني بقت فيه يا متكلم مضافة لكلمة ابن زائد ياء التصغير زائد حرف العلة اللي هو اخر كلمة ابن. ايه يا استاذ يعني قصدك ايه؟ معلش هي دربكة كده بس معلش ركز معي. كلمة ابن اصلها بنوا، وبعدين صغرناها فاضفنا ياء التصغير فقلبنا الواو اللي هي في بنوا لياء ودغمت في ياء التصغير، ولما جينا نحط ياء الإضافة لقينا الدنيا مشغولة قوي فحذفنا ياء الإضافة عشان الكلمة تسهل. أقصد إن في ناس الفريق التاني بقى بيقصد إن الكلمة هنا مضافة وياء الإضافة حذفت، وبالتالي كلمة بني تبقى منادى مضاف منصوب بالفتحة. انتبه، هي دي الخناقة بقى. مش بقولك فيها خناقة؟ في ناس بتعتبر ان كلمة بني نكرة مقصودة لان هي مجرد تصغير كلمة ابن وليس فيها نية الاضافة الى ياء المتكلم، وفي ناس بيقولوا لا ده هي مضافة لياء المتكلم المحذوفة. ويمكن على فكرة الرأي التاني ده الاكثر انتشارا، يعني ده لما تيجي تبحث هتلاقي ناس كتيرة جدا بتعربها منادى منصوب بالفتحة، لكن انا شايف برضو ان هي برضو ممكن تعرب منادى مبني على الضم، وما تخافش الاثنين صح، لان يعني دي كلام معتبر وكلام حسب نيه المتكلم بقى. احنا هنا مش هنخش جوه نيه المتكلم ما نعرفهاش، وبالتالي بنقول الاعرابين. وللاجابه الامنه في الامتحان قول يجوز في كلمه بني لو جات لك منادى مبني على الضم على اساس انه نكره مقصوده
أو هنا في الجملة ممكن تقول برضو على أساس أنها منادى مضاف. يمكن حتى هو كمان قصد يثير القضية لأنه ما طلبش إعراب المنادى، هو ملاحظين كده، هو طلب إيه؟ طلب نوعه. يبقى نقول بني نكرة مقصودة ويجوز مضافة لياء المتكلم المحذوفة. معلش أنا كترت يعني طولت عليكم في الحتة دي شوية لأنها حتة شائكة شوية وهتلاقي فيها مجادلات كتيرة، فعشان تعرف يعني تتناظر وتتجادل مع من يجادلنا في هذه القضية وتعرف أن الاحتمالين صح. على فكرة ما فيش مشكلة خالص إلا إذا وجدت قرينة أو دليل قاطع على أن المتكلم يقصد واحدة من الاثنين. مضارع مجزوم في جواب الطلب، دي سهلة قوي بقى، ان انا الاقي امر او نهي وقع نتيجته مضارع بدون فاء طبعا. يعني لما اقول اذكر الله في السراء يذكرك، اهي نتيجة اذكر الله يذكرك، اذا وقع المضارع نتيجة لامر او نهي جزم، وبالتالي ده مضارع مجزوم في جواب الطلب وعلامة جزمه السكون، والكاف طبعا ضمير مبني في محل نصب يا شباب مفعول به. اسم مكان وبين فعله، طبعا اسم المكان تذكر معي على وزن مفعل أو مفعل أو من مضمومة مفتوح ما قبل الآخر، وده ورد عندنا في كلمة مسجد. طبعا مسجد هنا ده اسم مكان يدل على المكان الذي يسجد فيه، وللعلم أن كلمة مسجد الفعل منها يسجد، وهي جاءت على مفعل شذوذا، لأن مفعل لا تأتي إلا من الفعل المثال والمكسور الأوسط صحيح الآخر. والفعل يسجد ليس مثالا، أي لا يبدأ بحرف علة، وليس مكسور الأوسط زي كلمة يضرب وغير ذلك، ومع ذلك جاءت على مفعل شذوذا. يتحلى السؤال جيم بقى، أقول يتحلى المؤمن دائما بالصبر، اجعل هذا التعبير في أسلوب التعجب، أقول ما أجمل أن يتحلى المؤمن دائما بالصبر، أو أجمل بأن يتحلى المؤمن دائما بالصبر. وما قاليش أكتر من أنا أعمله أسلوب تعجب. السؤال ده بيقول لي صوب الخطأ في العبارات الأتية: يا خالدا أقبل على العلم. طبعا ده علم، وإحنا عارفين من شوية قلنا أن منادى العلم يبنى على ما يرفع به، يعني كلمة خالد بتترفع بالضمة، أقول يا خالد، ولما أجي أعربها حتى أقول منادى مبني على الضم. لو قلت اتنين خالد بقى عايز أناديهم أقول لهم إيه؟ يا خالدان. لو عايز كذا واحد اسمه خالد أقول لهم إيه؟ يا خالدون. ليه يا أستاذ؟ عشان المنادى يبنى على ما يرفع به. السؤال الثاني بيقول لي: الطلاب نفسهم يسعون وراء الرياضة. ده بقى يعني عارف السهل الممتنع، الحاجات اللي ممكن تقع من الطالب كده بدون ما يشعر أبدا. يعني كلمة نفسهم هنا شباب، كلمة نفس عند استخدامها للتوكيد المعنوي تجمع على أنفس، فأقول الطلاب أنفسهم يسعون وراء الرياضة، فكلمة نفس وعين عند الجمع والاستخدامها كتوكيد معنوي تجمع على أنفس وأعين. في مدارسنا معلمين، طبعا خطأ، هتبقى معلمون لأن ده مبتدأ مؤخر وده جمع مذكر سالم فلازم يرفع بالواو، يبقى تصويب كلمة معلمين إلى معلمون، وجديرون زي ما هي لأنها تبقى صفة. طبعا أربعة: نحن المصريون نحب الرياضة. طبعا تعرف ان ده أسلوب اختصاص، وأسلوب الاختصاص بتبقى مختص بيبقى مفعول به لفعل محذوف تقديره أخص وعني، وبالتالي هتبقى نحن المصريين. تمام كده صح، المصريين. اكشف معجمك عن كلمة السراء في الفعل سرى، يبقى الراء مشددة، يبقى تبقى سين راء راء، يبقى في معجمك أقول له كلمة السراء نبحث عنها في باب السين ثم الراء فصل الراء ثم الراء، ولو كتبتها سين راء راء أيضا صحيحة. وبكده نكون وصلنا لنهاية الفقرة 72، أرجو أن تكونوا قد استفدتم فيها إن شاء الرحمن الرحيم، وإلى اللقاء قريبا، استودعكم الله للفقرات القادمة بإذن الله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.